حضرتك هتيجي تصور معانا؟ ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. ماكس، ماكس تعال 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 تعال، ما تفضليش جامد كده. ماكس ولد وايت جيرمان، محافظه اسكندريه، تبع الاستاذ وليد صلاح. طبعا ماكس النهارده شرفنا ضيف جديد في المزرعه يا جماعه، في قائمه تدريب الكلاب في الدفعه الجديده اللي احنا لسه مدخلينها بقالنا بالكتير يومين. طبعا احنا ماشيين بالترتيب زي ما انتم عارفين، وبناخد كلب كلب وبناخد دفعه دفعه علشان نبدا معاهم ونشوف مشكله ماكس ايه مع حازم. قرب هنا، خايف من الكلب؟ شكلك خايف منه. عامل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. محافظه اسكندريه واحسن ناس اسكندريه كلها. منين من اسكندريه حازم؟ من السيوف. من السيوف. عرفت ان انا طلعت بطاقه اسكندريه قريب؟ لا ما عرفتش يا راجل، انا بقيت اسكندراني زيك يعني، مش انت لوحدك اسكندراني حبيب قلبي. انت نورتنا النهارده وده شرف لنا ان انت تنورنا. هنسالك شويه اسئله كده عن ماكس، تمام، وعن مشاكله علشان نشتغل معاه على البنود دي. بس الاول قبل ما نسال الاسئله دي هنسال سؤال واحد، اشمعنى مزرعه ابو نور؟ انا بتابع حضرتك من زمان وواثق في حضرتك طبعا. ف انا شايف باباك معاك وجاي مبسوط ومبسط بالمكان، تمام. متابعنا وشفت شغلنا في التدريب من زمان. عاجبك؟ الحمد لله. ايه رايك في شغل يوسف وياسين في الشراسه في الفتره الاخيره؟ لا كان حلو، كان حلو. يعني ينفع مدربين شراسه؟ ينفع. يعني انت عارف ان دولت اللي هيشتغلوا مع كلبك لما يجي للسلاميه؟ لا. طيب مشكله ماكس ايه بقى؟ ومشكلته اللي بيلعب كتير، ما بيثبتش، ما بياخدش اوامر كويس، بقى عارف مثلا الامر وما بيحبش يطبقه، مهايبر. عارف الامر يعني بيتخابس بالظبط، عارف ان انا عايز منه كذا وما بيحبش يطبق الامر. بس بيطبقه مثلا وما بيقعدش كتير، يعني بقول له اقعد الاقي قاعد، واما على طول يجري لوحده. تمام. شخصيتك معاه ضعيفه ولا قويه؟ هو يعني بتتعامل معاه بمحبه كده وبتنفض، انت بتكبر دماغك لو هو ما نفذش الامر، ولا بتصمم على الامر، ولا ايه؟ لا بصمم على الامر وبزعق برده، بزعق. لكن برده ما فيش تنفيذ. لا. في حد في البيت غيرك بيتعامل معاه؟ في كتير. في بنات بتتعامل معاه؟ اغلب الكلاب اللي بتحاول ان هي بتنفض وتكبر دماغها بيكون سبب تعامل البنات معاه. طيب لو احنا اشتغلنا بيه وقلنا لحضرتك يا ريت تساعدنا وبلاش ان البنات تتعامل معاه، هتقدر؟ بس لعب عادي مثلا، تعامل عادي، ياكلوه يشربوه، لكن لعب وتنطيط وكلام من ده طبعا ما ينفعش، عشان احنا بنغير في طبيعته او في سلوكياته. طيب اخر مشاكل صحيه قابلتك مع ماكس؟ كان عنده دور برد وهو صغير شهرين. كان عنده دور برد؟ بس واخد تطعيماته كامله؟ واخدها كامله، واخد تطعيم حشرات والحاجات دي كلها. تمام. طبعا انت عارف ان احنا هنديله تطعيم حشرات هنا بس بعد ما بنعدي يومين من فتره دخوله هنا. تمام. وهنبدا ان احنا نشتغل معاه. في الشراسه ما هوهوش على حد؟ بيهو على اي عربيه ماشيه في الشارع مثلا او اي حد في الشارع، ما بيقعدش ساكت حتى. تمام. لكن لو حد قرب له يتعامل معاه؟ ما يعني زي اللي بيقولوا عليه كده كداب زفه، يعني بيعمل هيجان وساعه ما حد يقرب في الفاضي. يعني ممكن مثلا لو حد واقف هناك يهو عليه، لو قرب مثلا منه عادي، لو قرب منه يحله ويمشي بيه. عادي. طيب ما حاولتش ان انت تخلي حازم حد في الشارع يحاربه، حد يشغله؟ لا ما حاولتش. او ولا مفيش وقت؟ لا هو في الشارع عامه بيبقى لو في عربيه او في حد معدي بيقعد يهو عليه. حد زميلك مثلا جبته ان هو يحارب الكلب يشغله؟ لا، ما عشان كلهم بيخافوا وانا ما بحبش ايه يعني عشان بيعملوا مش حاجه. بتحاول تتفادى الحاجات دي. بس احنا هنعوز بعد التدريب ان انت برضو تشغل الكلب، يعني تنزل بالشارع حد يشغله حد يحاربه عشان نشوف رد فعله ايه والتغيرات اللي حصلت معاه. يبقى في الطاعه مهايبر وما بيسمعش الكلام، وفي الشراسه ما حاولتش ان انت تمشي معايا في الموضوع بتاعه. تمام. في اي حاجه تانية حابب تقولها لنا نشتغل عليها؟ لا تمام كده. قول لي هو مشكلته برده ايه؟ يعني بيعض كتير مثلا، يعني بيقعد بقى يلعب في الايد ومشاكل. بيعضك انت يعني؟ بيلعب معاك انت ببقه؟ تمام تمام. هنلغي له الحته دي في اول، دي اول حاجه هنعملها. في اي مشاكل تانية؟ لا كده تمام. طبعا يا جماعه ده كان ماكس وحازم، نورنا النهارده وشكرا لكل الكلام الجميل اللي هو قاله في حقنا. محافظه اسكندريه احلى تحيه لكل اهل اسكندريه، قلت لي السيوف احسن ناس السيوف، تحياتي لكم جميعا. وهنبدا نشتغل مع ماكس باذن الله وهنتابع معاه الحلقات. تابعونا في الحلقات بتاعت ماكس عشان نشوف اي تغيير مع الكلب ونشوف نظامه ايه، الكلب الهادي الجميل ده. تمام. ايه خايف؟ متخافش متخافش. طبعا واضح ان هو قلقان، واضح ان هو قلقان. باذن الله هنبدا نشتغل معاه ونشوف رد فعله. ماكس تعال شم الاول،
تعارف. تعال مكس تعال. طبعا واضح ان هو الان وخايف هيبدا دلوقتي يتعرف عليا ويخش معايا بقى في الدور. انا هنبقى صاحب ماكس من بكره وانت لا. حبيب قلبي نورتونا يا جماعه وتحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس اللي تابعانا الناس الجميله. احلى مساء عليكم تحياتي للجميع. وهنتابع مع حازم باذن الله في الفيديوهات بتاعتنا عشان نشوف كلب وصل لايه. تحياتي لكم جميعا وشكرا على ثقتكم الجميله دي. تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.